مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنانة الجزائرية منال حدلي وفي آخر تصريح لها لمتابعيها كشفت أنها لا تحب التبذير وترفض رفضا قاطعا بأن تشتري حقيبة يد بمئة مليون أو حتى 10 ملايين سنتيم، مؤكدة أن المشاهير ليس ملزمين على ارتداء الماركات الفاخرة. باوي أنا كيما أنتم، أنا ما نحبش التبذير وما نحبش نشري حاجة. فور إكزامبل كيما البارح رحت ان شاندلي، ان شاندلي يدير 750 ألف، سي با ريزونابل. شاندلي 750 ألف، روحي شي بها حاجة واحدة أخرى. قلت لكم ميم سي يكون عندكم دراهم، أنا كبار كي كنت مع حبيبتي قلت لها لو كان مخرجة معايا مليار وما نشريهش، باسكو على بالي بلي ماشي سومتو تو سامبلومون، جو نحس روحي جاي حق كنشريه. ابخي كاينين كيما كاين كتبوا لي قال لي لي انفلونسور زيبينو بلي غير يشرو غير العفايس الغاليين، مي نو، كاينين عفايس غاليين لي صح يستاهلو قيمتهم، يستاهلو بلوتو سومتهم، لا كاليتي اي تو سا. ابخي لي مارك كاين يحبوا يلبسوا لي مارك لي غروند مارك. اون كاستيون فواحد ليميسيون وقلتها، قلت اوليو لي نشري باغ اكزومبل ساك بمئة مليون راح نشري بيه حاجه واحده اخرى، باسكو انا دوك تخمامي انا نخمم في صوالح كبار، ما نخممش في الساك ونخمم في لا سيتور ونخمم في هاد الصوالح، باسكو سي فري اون مارك بقيمتها ايتو، مي انا جو بريفير نشري حاجه اللي عندها قيمه وتفيدني اكثر خير من اللي نروح نلف الساك وشوفوني بها راني لابسه ساك تاع 10 ملايين 20 مليون. انا كي نجي لهنا في انستغرام نقول بلي فوالا شريت ساك ب 10 ملايين، مالغري كو نقدر نشري ساك ب 10 ملايين، بصح علاش ما نقدرش نجي نقول لكم فوالا هذا يبيع سيكان ب 10 ملايين؟ باسكو الاقليه اللي يقدروا يشروا ساك ب 10 ملايين ولا سانتور ب 7 ملايين ولا حاجه غاليه بزاف، يعني غاليه تشحط، مانيش نهضر باغ اكزومبل على حاجه تاع 500 تاع 600. بون كيما قلت لكم شاندلي ب 700 ألف، انا ما نقدرش نجي نقول لكم فوالا نشيت شاندلي ب 700 ألف، اصلا ما نشريش. انا نحس روحي كيما كاع الناس، كيما كاع الشعب الجزائري، جون ماشي سان فو با دير جو واحد مشهور لازم يلبس لا مارك ولازم اوبليغاتوار. نو، ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.